تعليقي كتعليق سائر المغاربة وسائر المواطنين تعليق قاسي جدا في حق من طلب بجامعة ومستشفى وبفرص الشغل. فأنا من بين المواطنين كلامي كلام جميع المغاربة، كما أن المغاربة كلهم دافعوا عن هؤلاء المعتقلين وأنصفوهم، فأنا كذلك معهم. طيب، وبالتالي هل ستستأنفون على هذا الحكم أم ماذا؟ من طبيعة الحال سنستأنف، لا أحتوي إلى إن لم نستأنف لحظة ستستأنف النيابة العامة. طيب، بما تقول أيضا أو بما تعلق أيضا على أن الحكم الذي صدر أو التهمة الموجهة إلى ناصر بأنه تزعم المس بسلامة الدولة الداخلية أو يعني المؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية والتحريض وتحريض المملكة المغربية. سيدتي استسمح، لم يكن شيئا من هذا القبيل. الملف كان فارغا من محتواه، الملف كان فارغا من جميع التهم سواء الجنائية أو الجنحية، فهم أصدروا حكما فليتحملوا مسؤوليتهم فقط، هذا ما أستطيع.